احمد الله جات على ما تمنى من ولي العرش جزنا الوهايب خبر اللي طامع في وطن دونها نثني إلي الطلايب يا هبيل الراي. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتفل جامعة الملك سعود هذه الليلة بتخريج الدفعة الواحدة والخمسين من طلابها في وقت القطاف وجني ثمار الجهد والتعب وسنوات الدراسة، وتثمن تفضلكم أيها الأمراء رعاكم الله بمشاركتها هذا الاحتفال ومشاركة الخريجين فرحتهم بهذا اليوم. خير بداية لكل بداية آية من الذكر الحكيم للطالب الخريج عبد الرحمن بن محمد آل حسن من كلية علوم الحاسب والمعلومات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أصحاب السمو أيها الحفل الكريم، حيث أن الإبداع والابتكار يشكلان اللبنة الأساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، تطمح جامعة الملك سعود إلى إعداد أجيال سعودية متميزة في الإبداع والابتكار والتفوق،
من أجل استدامة رفاهية المملكة ووضعها في مصاف الدول المتقدمة. وتعمل جامعة الملك سعود على تقديم بحث علمي يحقق واحداً من ثلاثة أهداف: تحسين جودة حياة الناس، أو تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، أو المساهمة في الأمن الوطني من خلال شراكة مع الحرس الوطني ووزارة الدفاع. يتقدم الآن عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبد العزيز بن عبد الله آل عثمان لإعلان نتائج الدفعة 51 وبدء مسيرة الخريجين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أعلن نتائج دفعة تخرج الدفعة 51. يبلغ مجموع المتخرجين والمتوقع تخرجهم بمختلف الدرجات العلمية من كليات الجامعة 12,237 طالباً وطالبة، منهم 6,540 طالباً يمثلون الدفعة 51 الذين نحتفي بهم هذه الليلة، وفي ما يلي تفصيل ذلك. المتفوقون ومراتب الشرف: يقف الآن المتفوقون من خريجي الدراسات العليا في الجامعة، والتي تشمل الدكتوراه والزمالة والماجستير، وكذلك الحاصلون على ممتاز مع مرتبة الشرف من خريجي مرحلة البكالوريوس، وستعلن أسماء الحاضرين منهم حسب الكليات أثناء المسيرة. نستأذنكم الآن يا صاحب السمو في بدء مسيرة الخريجين. أولاً، كلية الآداب: عدد المتخرجين في هذه الدفعة 1,844 طالباً وطالبة، الحاصلون على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، والمتوقع حصولهم عليها خالد بن مشرع بن حزام العتيبي، عزام عبد العزيز بن عثمان بن عبيد، الحاصلون على ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية ومتوقع حصولهم عليها أحمد بن منصور بن مرزوق الدهام، أنس بن محمد بن علي الزميع، عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الحماقاني، حمد بن صالح بن حمد تيسان، هاني أحمد خليفة أحمد، وفيصل مؤنس بن شتات العنزي، وزياد بن سعيد بن عبد الله المالكي. وتضم 7 أقسام: هي اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية وآدابها، الجغرافيا، التاريخ، الإعلام، الدراسات الاجتماعية، علوم المكتبات والمعلومات. ثانياً، كلية العلوم: عدد الخريجين في هذه الدفعة 603 طالباً وطالبة، الحاصلون على الماجستير غزاي بن فهد بن غزاي العتيبي، والحاصلون على مرتبة الشرف الثانية والمتوقع حصولهم عليها محمد خير الله محمد خير عبد الله عبد الغني كحيلان. وتضم 8 أقسام: هي الرياضيات، الفيزياء والفلك، الكيمياء، علم الحيوان، الجيولوجيا، الإحصاء، الإحصاء وبحوث العمليات، الكيمياء الحيوية، والنباتات والأحياء الدقيقة. وقد بلغ إجمالي المتخرجين منذ إنشاء الكلية 15,046 طالباً وطالبة. كلية إدارة الأعمال: عدد الخريجين في هذه الدفعة 1,785 طالباً.